بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. إذا كنتم تبحثون عن مخطط لسكن وتأخذوا أفكار منه، تابعوا معنا هذا الفيديو إلى النهاية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الرائعون في هذا الفيديو الجديد على قناتنا الخاص بمخططات المنازل. في هذا يعني الفيديو سنشرح لكم إن شاء الله مخطط جيد جدا لمن يبحث عن سكن ولمن يبحث عن أفكار ولم يجدها في عدة فيديوهات. إن شاء الله في هذا الفيديو ستأخذ أفكار جميلة جدا وتطبقها إن شاء الله يعني على الأرض التي تريد فيها بناء منزلك. فقط نحن نطلب منك الاشتراك في هذه القناة، الضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب أو صابوني لكي يصلك كل جديد. فقط ادعمنا بالاشتراك، وهناك يعني عدة فيديوهات جميلة جدا على قناتنا، مخططات منزلية رائعة، ذي فيلا دبي، مخطط لفيلا سكنية رائع، ديكورات غرف نوم، صالونات عصرية، ديكورات مطابخ، حدائق منزلية، ديكورات غرف النوم، سلالم، دروس أطفال، يعني دروس خاصة بالفوائد، ديكورات منازل، التميز إلى آخره في هذه القناة. إن شاء الله نطلب منكم الاشتراك في دعمنا في هذه القناة لكي يصلكم كل جديد، وإن شاء الله نبدأ في الشرح. هذا المخطط إن شاء الله هو على برنامج الأوتوكاد 2016 أو 2016. سنأخذه إلى يعني فورما جي بي جي أو إلى صورة لكي يتضح الصورة أكثر. بعد أخذه يكون بهذه الطريقة هذا المخطط، وهو يعني أرض كبيرة 20 على 12، وقسمها يعني صاحب السكن أراد تقسيمها كل يعني سكن في جهة، مقسم إلى قسمين، يعني الأرض كبيرة قسمها إلى قسمين، هذا سكن وهذا سكن. نبدأ في السكن الأول، وهو يعني السكن الأول نفس السكن الثاني. السكن الأول هذه لونتري برينسيبال أو يعني المدخل الرئيسي للسكن. نجد هنا يعني غرفة جلوس كبيرة سيجور معها صالون جي، غرفة أكل. بعد ذلك نجد هول شامبر او غرفة نوم، صال دبي دبليو سي، كور، كويزين، جراج. بالنسبة للسيجور عملها يعني طولها 7.40 متر على 3.75، والصالون جي 2.95، على هذه المساحة الصغيرة حوالي يعني 3.70 او بالنسبة للشامبر عملها يعني الأبعاد الخاصة أو الديمونسيون الخاصة بها هي 3.50 على 3.85، أيضا صال دوبا 2.90 على 1.5، أيضا دبل في سي متر على 1.20، أيضا لاكويزين أو المطبخ عمله 3.50 على 3.35، والجراج أو المرآب عمله 3.35 على 5.30، وهذه الأبعاد يعني هي أبعاد جميلة جدا تناسب جميع يعني الأثاث المنزلي، يعني كل منزل وأثاثه، يعني هذه في المتوسط. في بعض المخططات نجد يعني بعض الغرف نجدها تصل إلى 5 أو إلى 6 أمتار أو 5 أو 4، كل مخطط يعني والفكرة المعمارية الخاصة به، أيضا على حسب لي بوزوان الخاصة بالكليون، يعني على حسب الاحتياجات الخاصة بالزبون. فالزبون إذا مثلا عنده مساحة 10 على 12، يعني 120 متر، ويريد يعني جراج ويريد سيجور ويريد شامبر وصالون جي وإلى آخره وكور وهول، يعني من هذا يعني من أفضل المخططات الخاصة به. ويعني إذا أراد أن يصعد إلى بريمير إيطاج أو إلى الطابق الأول سيجد يعني لشامبر الخاصة به. أيضا من خلال تصميم يعني الاستركتير تاع الخاصة بهذا المنزل، يعني الهيكل الخاص به يعني هيكل منظم، يعني الأبعاد يعني متناسبة 3.70 4 4 3.80 2.50 3.40، أيضا السلم جعله في البداية لكي يعني بروفيتي أو يستفيد من ليزيسباس أو يستفيد من فضاءات أخرى. أيضا عمل هذا الكور جميل من أجل أن يتنفس منه لاكويزين ويتنفس منه صال دوبا ودبل في سي،
وعمله يعني 2.80 على 2.60 كور جميل جدا. أيضا مثلا إذا أراد أن يذبح في العيد، في عيد الأضحى أضحيته ولم يجد أين يذبحها، يستطيع أن يدخلها من لاكويزين ويذبحها في لاكور اللي هنا، ويعني ويجعل يعني حتى الشواء والمطبخ قريب من المطبخ. أراد أن يطبخ أو يعني يشوي سمك، هذا المكان يعني غير مغطى، هذا المكان غير مغطى، تكون يعني تدخل منه الشمس والهواء إلى آخره، هذا مكان جيد. أراد أن يعمل سبور أو رياضة يعملها في هذا المكان. أيضا هول كبير لها، يعمل يعني ديكور داخلي في هذا الهول. هذا إن شاء الله يعني مخطط جميل، إن شاء الله يكون قد أعجبكم. وبالنسبة للمخطط هذا هو يعني نسخة طبق الأصل على المخطط هذا. هو أراد يعني أن يعمل مروار، يصمم هذا وهذا نفسه، نفس يعني الشرح الخاص بهذا هو هذا. إذا هذا المخطط فيه يعني الصالون و صالة منجية أو غرفة خاصة بالأكل وغرفة نوم وحمام وكور أو منور ومطبخ ومرآب وسلم خارجي، يعني من البداية لكي يعني يستفيد من الفضاءات الداخلية في فضاءات أخرى. إن شاء الله يكون قد أعجبكم هذا الفيديو وأخذتم منه أفكار. نحن نطلب منكم أن تدعمونا بالاشتراك لكي يصلكم كل جديد، فقط ادعمونا بالاشتراك. وإذا أعجبك هذا الفيديو اضغط على زر الإعجاب، وأي سؤال أو أي اقتراح أو أردتم أن نشرح يعني مخططات جديدة في هذه القناة، مثلا فيلا 500 متر، فيلا 600 متر، أي مخطط تريدون اكتبوه في التعليق. إن شاء الله يعني نرى يعني الإحصائيات الخاصة بالتعليق، نرى يعني أكثر يعني الطلبات، وسنعمل فيديو خاص بعدد الطلبات الخاصة بكم. وإلى فيديو آخر إن شاء الله، نقول لكم ربي يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.